مدرسة باهو المحمد الأمين بمقاطعة تجنين بعد أسبوع من الافتتاح الدراسي للعام 2015-2016. لا شيء يوحي بالحياة في هذه المدرسة التي تأسست قبل زهاء 20 سنة. تشكو المدرسة الابتدائية الوحيدة في هذا الحي من مشاكل جمة تعيق الافتتاح وتمنع الطاقم التربوي من استئناف عامه الجديد. من المدرسة جيناها لحقناها طلعنا عليها تماما ولحقناها بوضعية وأول شيء بلغنا مثلا الجهات اللي تابعين لها واستجابت فورا وزارة المدرسة وعيطت المكتب آباء التلاميذ ولب النداء وهو اللي قام بهذه الحملة التحسيسية للأهالي وعدلنا بهم اجتماع يامس بحضور سيد المدير الجهوي والسيد العمدة وقطع عنهم نتيجة لذاك العمل هو اللي شفته نتيجته اليوم. جاءوا آباء التلاميذ جازهم خير وجابوا الماء من بعيد ونظفوه بهم لأنفسهم. الوضع المأساوي للمدرسة قابله آباء التلاميذ وإدارة المدرسة بجهود ذاتية حاولوا من خلالها تحسين صورة المدرسة، لكن هل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟ مشكلة هون ما هي مشكلة تنظيف الأقسام، احنا نظفنا الأقسام غير ما بعد تنظيف الأقسام ولا تطلع تركع على سبيل المثال الصبح تبقى فيهم مشكلة لأن المدرسة ما هي بطريقة تنصان بها مستقبلا إلين ما يرقب حيطها ويعدلوا بيبانها ويعدلوا نافذاتها لتصبح عرضة دائما للخسارة. جلبت خراطيم المياه هذه من خارج المدرسة فعهدها بالماء قديم، رغم ذلك تصر هؤلاء النسوة وأطفالهن على تنظيف هذه القاعات التي تئن تحت وطأة الإهمال، فلا بديل لجيل المستقبل في هذا الحي عن هذه المدرسة. نختاروا الدولة تعلم بذي المدرسة ونختاروا الرئيس يعلم بذي المدرسة، تود مدرسة حقيقية وتود مدرسة كالمدارس، هي ما هي معدلة وهي ما هي منظفة وهي ما عندها قراية وهي ما عندها أساتير وهي ما عندها قرداية وهي ما عندها شيء أسوأ هو شنو هو. سقطت أبواب المدرسة وفصل الشتاء على الأبواب وتكسرت النوافذ التي كان بعضها زجاجا لا يخفى ضرره على أطفال لا يعون خطورته. ليست مدرسة باهو المحمد الأمين سوى نموذج واحد من مدارس الوطن في العاصمة والداخل تشكو الإهمال وتعاني من ضعف المتابعة في ظل الحديث طيلة العام المنصرم عن سنة للتعليم، سنة لعل من أبرز مخرجاتها حالة مدرسة باه كما يقول بعض المتابعين.